الصراحة شكله مرعب. هاي معلم. واو انت مانو هيتش ويلي. واو حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين يا اساطير معنا 27000 جوهر حبايبي، يعني شيء واو لاول مره يا شباب، يعني بشوف هيك عدد من الجواهر يا اساطير. حبايبي الكرام راح نجيب اليوم كثير من الاشياء يا شباب، الاي كي والاشياء مو الاي كي، شو الاي كي؟ الشوتجن يا شباب، الشوتجن نجيب ابو الشوتجن ونحن قبل الاحداث الموجوده باللعبه يا شباب ونصفر الحساب. صفروا على الاخر، اوكي يا اساطير؟ قبل باش نبدا المقطع يا حبايبنا الكرام، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وخلينا نبلش حبايبنا الكرام بأول شيء موجود يا ستير حبايبنا. طبعا شباب راح نجيب كثير من الأشياء اوكي بالحساب، في كثير أحداث نجيبها يعني موجود نجيبها. اوكي أول شيء راح نبلش بالبوكس اوكي يا ساتير. عندنا هون شباب طبعا نضرب شوي اوكي، خلينا نضرب أول ضرب شباب. طبعا شباب يعني بعرف الحظ يعني راح يكون الحظ بيلد. ابلع 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 ابلع، اول حظ بيض معلم. يلا دلف تاني التمانو. وو 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 اوكي شباب نضرب ضرب الثالثه شباب لنشوف حظ راح نجيب القبضه ولا لا. بيض شوف كمان التمانو بيض، طبعا باين شباب من الحظ يعني كل شيء بيض 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 يا اساطير. طبعا شباب قولي جبناها، طبعا جبناها يعني شيء اكيد نجيبها من اول لفه يعني اتس نورمال. طبعا حبايبي الكرام مثل ما انتم شايفين شباب باقي يعني الحدث 6 ساعات راح ينزل الحدث الجاي اوكي. لهيك شباب المقطع راح يكون على جزئين اوكي اساطير، راح نجيب اشياء الان راح نكمل بعدين مع الباقي، راح يكون في نجيب باجات واشياء. شوفوا الحساب شباب يعني شوفوا معي، شوفوا الباجات 1000 1000 1000 1000 واشياء يعني واو. يلا شباب راح ندخل الان شباب للمتجر الهاكر. نجيب ابو متجر الهاكر شباب. طبعا بالنسبه للاسلحه موجوده كل الشباب، ما في شيء مش موجود. خلينا نجيب على المتجر الهاكر، نجيب المتجر الهاكر شباب، نجيب السكين يا اساتير. ليتس جو. او التمانو ايه هذا باقي له تنتين شباب. شو طبعا شباب يعني اجيكم من الاخر يعني شباب، باين من الحظ بيض اوكي. هيك جبنا السكين متجر هاكر شباب. طبعا شباب الان راح يبقى لنا عندنا باقي عندنا 23000 جوهره يا حبايبي، باقي عندنا الان 23000 جوهره شباب. الان حان وقت راح نجيب الشوت جان ونكمل نجيب الباجات شباب، نحرق قبل الباجات شباب، نوصل باجات اسطوريه اوكي يا اساطير. يلا نشوف اوكي يا اساطير شباب حبايبي الكرام، كان معي 23000 جوهره شباب وما قدرت يعني ما اعرف شو صار بالتسجيل شباب، ما تسجل وقتها يعني كمان جبت سكن الشيطان حبايبي الكرام. لا رح ندخل نجيب ابو الشوتجن شباب. يا سلام عليك يا سلام شباب، هذا هو. يلا نقول بسم الله شباب. طبعا عملت ازاله من قبل شباب للاشياء هون، خبرش اعمل اول ازاله شباب، نعمل ضرب. يلا ليتس جو ليتس جو ايفري بادي. يلا حظ بيض ولا مش بيض؟ حظ بيض ولا مش بيض؟ حظ بيض حظ بيض معلم، حظ بيض شباب. بتعرفوا بكل مره الحظ بيض يا اساطير. تمام ابلع ويلي 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 ابلع. يا اخي شباب انا بعرف الحظ بيض، انا الحظ بيض شباب عن جد، ما راح نطول كثير اوكي. بعرف حظ بيض شباب، حظ بيض حظ بيض شباب. هيك بكون جبنا ابو السكين دراجون اللهب الاخضر. دراجو دراكو دراجو دراجون دراجو ولا بعرف. خلينا نجيب هذول الشباب الحلوين. ليتس جو 28 جوهره. خلينا نجي لهم شباب الان شباب. هذا هو السكين اوكي، راح ندخل نعمل هيك نشوف شكله وينه. هذا هو نعمل تثبيت تك تك، نعمله هيك. شوف الترقيه شباب. طبعا شباب نشوف الترقيه اوكي. عن ليفل 1 عندنا واحد من ضرر، 2 على 2 معدل اطلاق النار سرعه وسرعه التحميل. طبعا شباب ليفل 2 عندنا هون الرساله بتطلع لما نقتل الشخص تمام، بس ولكن سرعه التحميل بتنقص اوكي. ليفل 3 الاشكال بتتغير، مظهر جديد بيكون يا زدير. عندنا ليفل 4 شباب لما تضرب على الشخص تاثير الضرب اوكي، وتوريد سمات يعني راح ينزل هون يا شباب. ركزوا معي، راح ينزل من ال راح يصير يعني لما نعمل ريلود يكون اسرع اوكي. ليفل 5 شباب عندنا هون تاثير اطلاق النار، هون عندنا تاثير قتل لما نقتل حدا يطلع هيك شكله، والله شيء اسطوري. مظهر جديد شباب هذا هو، مظهر جديد بجديد بيجيب مظهر جديد بيجيب. شو عم بصير معك شباب؟ اكلكم شيء متسحر من جديد اوكي. لهيك طولوا بالكم شوي شوي. يلا شباب هون عندنا نقاط ضرر اضافيه على طلق اطلاق عند اطلاق النار على جدار الجلو، يعني لما تكسر الجلو بتكسر بسرعه شباب اوكي. وعندنا ليفل 7 ليفل الاخير مع الرقصه، هاي هي الرقصة يا اساطير. طبعا هذا هو المظهر وهذه هي الرقصة الأخيرة شباب. ليك شباب حان وقت شباب التطوير، ليتس جو.
يلا شباب نروح ندخل على المتجر، نجي لهون حاجة جديد. طبعا شباب راح نجيب الاشياء اللوز اللوز اوكي، نجيب لهاي نعمل قسيمة الخصم اوكي. اذا قلنا هيك 300 كم راح يكلفنا؟ 370 تك تك، اقل شيء خصم 200. راح نجيب هاي شباب، نجيب تقريبا راح نشتري ناقص، نشتري سنة 100 صندوق، 99 صندوق، نعمل خصم ناقص 200 شباب اوكي. التمانو طول بالكم شباب، راح نفتحهم كلياتهم مع بعض. طول بالكم راح نشتري تقريبا شيء 100 كمان، كمان 100 يعني كمان صناديق، نعمل خصم اوكي، نعمل اكبر عدد من الخصوم. التمانو التمانو التمانو، نعمل باك. والان شباب نروح نفتح ابوهم، الان نروح نفتح ابوهم شباب. واللوز اللوز برا وين الصناديق؟ طبعا شباب راح اعمل، راح افتح ابوهم بشكل سريع. اللوز اللوز وينه؟ هذول هنا، هذول هنا يا اساطير. تعرفوا هيك نعمل هيك التمانو، شوف راح يصير لك ويلي 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 ابلع شباب. اقسم بالله شباب ما بعرف شو بدي اقول. اوكي انا خلينا نمسك هكذا كم صار عندنا، خلينا نشوف كم صار عندنا من اللعيبات هذول. ما اعرف وين يطلعوا، راح يطلعوا اكيد. خلينا نشوف، نطلع لهون، نجي لهون، نجي لهون، نعمل خلينا نعمل مكان التطوير، نجي لهون خلينا نشوف ليفل 2 معنا تقريبا 973. حلو لوز اللوز. اوكي شباب نعمل ترقيه ليفل 2 معلم. التمانو ليفل 3 معلم. التمانو 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 الليفل 4 معلم. ويلي 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 شباب، ترى شباب انتم جربوا بعد شويه، ضروري نجرب هذا السكين شباب، ضروري نجرب هذا السكين. وعي صار عندنا محتوى جديد مفتوح، صار عندنا تاثير قتل شباب. لوز اللوز الان ليفل 6 شباب، ابلع. ويلي 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 ويلي. والان باقي شباب باقينا تقريبا 500 اوكي. راح نروح نشتري صناديق بهذا العدد. يلا نروح نشتري صناديق شباب، نعمله ليفل 6 ست لا 7 7 7 شو وش ويش. راح نشتري تقريبا خلينا نشتري 50 اوكي، نشتري 50، نشتري 50 صندوق شباب اوكي. نعمل لهم فتح شباب مباشره، نعمل لهم فتح مباشره يا اساطير. التمانو نجي لهون، نجي على السلاح شباب، الاسلحه. التمانو نجي لهون، نجي لهون، نجي لهون، نجي لهون، نجي لهون. الترقيه نشوف الاوضاع. باقي تقريبا كمان شوي. يلا شباب نشتري كمان شباب، يعني نشتري اللي يلزمنا شباب، نجيب اللي يلزمنا شباب، نجيب اللي يلزمنا يا اساطير. هات نشوف، نضرب كمان هيك يعني عادي تخصم هذا. وي شباب نضرب يعني خلينا نضرب شيء 30 صندوق، نضرب شيء 30 صندوق شباب، نضرب شيء 30 صندوق. التمانو خلاص اعتقد شباب وضعنا لوز اللوز لها شباب. رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية فين؟ التم نعمل ترقية هون يا زلمة. شو كمان 100 شباب، كمان 100 يا زلمة، يا زلمة شو. طبعا شباب بصراحة اني رمضان ومو جعبل يعني تعرفوا يعني اقعد اسمع. يلا روح هون ستة ثواني. طبعا هون الخصم، يلا روح هي صار 60، ابلع هي 20، ابلع يلا هات. حلو نجي لهون، هذا البندقية نجي لهون خلاص معلم ابدا 609 بالضبط. يلا ابلع 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 ابلع. هذا هو المزر الاخير شباب، نعمل تزويج صح. رقصة شباب الرقصة ثواني. ويلي شباب يا لطيف يا لطيف يا لطيف شباب، تحسوا يعني ما بعرف. ركزوا شباب شوفوا، راح افرجيكم الفرق. شوفوا 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 هذا، هذا صغير يعني، شوفوا هذا الاكي كيف شكله وهو مطور ماكس، وشوفوا شكل الـ هذا على بال. واو 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 شباب تحسوا شايل، ما اعرف شو شايل شباب، هذا مو دراجون شايل شباب، شايل ما اعرف شو. اكتبوا لنا بالتعليقات شباب. اوكي حبايبي الكرام هيك صار طور على ليفل ماكس ماشي. الان بدنا الرقصة، هي هي الرقصة. والله شيء حلو شيء حلو شيء حلو شيء حلو
ايه تمانو. يلا الشباب الان شو رح نعمل؟ الان رح نعمل شيء اسطوري. ركزوا معي الان الشباب، بقي عندنا 9800 جوهر يا اساطير. طبعا شو رح نعمل الان شباب؟ رح نحرق ابوهم بالبرجات شباب. نجيب ابو البرجات شباب، نجي لهون، رح نترك تبني ونجيب 9000 جوهره. اوكي يا اساطير، ايه تمانو، تعال هون. طبعا شباب ما اعرف كم اللي زمت 9000. تعال هون، ويلي شوف معلم، تعال 900 تك. لا والله لازم يعملوا تخفيضات هون يا شباب. التمانو 9000 جوهرة. ول 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 ابلع. ويلي معلم، ويلي. طبعا شباب هنجي لهون، نعمل نجيب كل الاشياء. اوكي باللوز حسنا. يا سلام عليك. وهذا سكين الفاير باس ستوري ستوري ستوري. طبعا شباب يلا هيك جبنا شباب سكين الفاير باس. خلينا نفتح اللعبات شباب، نفتح هالدور. شوف كم حطينا، كم يوب ماجيك شباب. شوف حظي بس فتح الاشياء هون. اوكي هون عنا عنا 10. نفتح ابوهم شباب، نفتح 3 بيض. نفتح 7 شباب. كيوب ماجيك؟ ما في كيوب ماجيك شباب، ما في كيوب ماجيك يا اساطير. ما في. اوكي حبايبي. طبعا شباب في كثير برجات، رح اتركهم هيك بشي مقطع هيك ثاني. اوكي افتح كلياتهم شباب. الان شباب خلينا نشوف كم صار عندنا من برجات. صار عندنا 453 برج. حلو. اوكي حلو. يعني هون يعني شباب لما يخلصوا مهمات شباب رح يوصل تقريبا اعتقد 1000. اوكي يا اساطير، الان شباب حان وقت تجربه الشوت جن شباب. رح ندخل التدريب شباب، نجرب ابو الشوتجن شباب. يلا يا اساطير نجرب ابو الشوتجن شباب. جربوا بالثلج، نجربوا بالبعد، نجربوا من كل شيء شباب. يلا ليتس جو. يلا يا اخي وين ندخل؟ يلا روح. يلا يا جميلين. اتا. ويلي. طبعا شباب كشكل والله شباب يعني ثواني رح اروح اضبط السكين عشان يعني هيك السكين الشيطان شباب كبير يعني ولا لا. خليني. طبعا شباب هذا هو شكل السكين. اوكي مثل ما انتم شايفين، سواء احاول اعمل لكم زوم. ما في زوم شباب. راح اضبط الزوم. اوكي شباب هذا هو السكين مثل ما انتم شايفين شباب عن قرب. نعمل لكم زوم، يعملنا لكم الزوم يا اساطير. خلينا نروح نجيب الاثنين شباب ونجرب ابو جده. تعال هون. نجي لهون معلم، نجي لهون ناخذ ال اللعيبه هاي. هات لنشوف. بس شباب شوفوا اذا تشيل اثنين شوتجن. اقسم بالله شباب اذا تشيل اثنين شوتجن وراك يا زلمه، ما اعرف تدخل المحرك. شوف كبروا شباب، تدخل حاطط عندك اجنحه شباب. يعني الصراحه حابب يعني بعد شوي راح اجرب شباب، حابب اجرب احط الحقيبه مثلا، لنشوف كيف راح يكون الشكل شباب مع الحقيبه ومع الاشياء هذول. حط اي حقيبه مثلا هاي. ويل هاي شنو؟ والله شباب طبعا شكله مرعب الصراحه، شكله مرعب. هاي معلم. واو التمانو هيتش. ويلي شفتوا الهيتش شباب؟ والله يا شباب شو اسطوري هذا يا حيوان يا دب. او ضرب اما ضربه هدي شويه زي ما بعرف مين ضربني شباب. ربيت سنتو ابلع ما يدعش ابلع. وين هذول شوف لما تضرب على اللاعب شو يصير. وين هذول؟ ايه الزلمه حبيبي 400 يخرب بيت سنتو. تعال افرجيك يخرب بيت سنتو. هذول شباب كيف بسرعه دخلوا. تعال معلم 66. شوفوا شباب شوفوا العلامه اللي بتطلع لما نقتل شخص. ابلع. يلا حبيبي يلا 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 حبيبي والله شباب بضرب شيء اسطوري الصراحه. يعني لان مجربه بالتدريب يعني على الون شوت شيء واو يا زلمه. وصل الون شوت ولي يا زلمه خلينا نكمل. يا الله بشوف انت بدنا نفطر حدا كيف شكله يكون شباب. نفطر حدا كيف شكله يكون، شكله اسطوري. ابلع شباب. خلينا نلعب على البربره. شو وضع معلم البربره مثلا؟ البربره معلم شغال معلم بالاصفر بال معلم. قلم حبيبي والله
وينهم وينهم وينهم؟ والله شاب يعني الصراحة وشتات نارية نارية. حاول جيب التلج، جرب على التلج عشان جرب على التلج يا صديقي. شوف كم طول طول بالك يا زلمة، خلينا نجيب التلج البيت سنتو شباب. هذول يا شباب هذول الساعة 6 الصبح هذول كيف هيك فايقين يا الله؟ أكيد عم يتسحروا مثلي يعني فايقين يتسحروا. خلينا نستعمل حشيم عليهم يا أخي. شغالين يا شباب يا أخي، الضرب شغال شباب يا لطيف، الضرب شغال 100% معنا. هنجيب التلج معلم، هنجيب التلج كم تطول معنا. يا زلمه خلينا نجرب التلج، يخرب بيت ستك منا قالوا. ما تجيهم شي زاويه شباب، نجرب التلج كم راح تطول فيه، كم راح تطول. هي التلج شباب، شوف نضرب ناكله. ويل ما اعرف ما اعرف ما اعرف ما اعرف كم طولت معنا. هذا تلعب ون شوت حبيبي؟ تو راح بربرك يلا اطلع. ترجت شباب، هي شوف الترجي. واحدة بس، واو واو والله شي واو، والله شي واو. خلينا نطلع لفوق شباب، نجرب الترجي فوق. ليتس جو. هذول بعدين ما راح يخلونا نجرب شي. هذول يا اخي ما خلونا نجرب شغلة. عم ضربك انت وياه. جرب الترجي يا زلمة، شوفونا هذول الشباب حميرين يا زلمة. يلا تعال انت مانو، انت جي شباب تجي شغال حبيبي. واحد اثنين هاي بربرتك يعني تقريبا مرتين يعني. الريلود، الريلود كمان حلو. اوكي شباب التلج يعني شيء اللي فهمنا منه يلزم تقريبا يعني ضربتين، ضربتين بتروح يعني بتروح يعني بتروح معلم، راحت على الاخير. سو اوكي حلوين حبايبي الكرام، هيك بكون تمام مقطع اليوم حبايبي. ان شاء الله عجبكم المقطع يا اساطير. بتمنى من كل اسطوره شباب شاهدنا المقطع حطنا باللايكات والشيرات والبرتاجات والسبسكرايبات وكل شيء، لو جوز حطينا رايه بالتعليقات حبايبي الكرام. وبنشوفكم فيديو جديد يا اساطير. اوكي واللي مش مشترك يشترك حبايبي، ونشوفكم على خير. باي باي.